الجزء الثاني ديال هاد البلاطو ديال الحلويات الشرقية غادي نحضروا هاد المثلثات بالجبن، كيجيو خيالي، كيجيو كيحمقوا. كناخد الورقة ديال الفيلو وغادي نقطعها المستطيلات، غادي نديرو 6 فوق بعضياتهم، ما بين كل جوج وجوج كندهن بالزبدة دايبة حتى كنجمعهم واحد فوق واحد. من بعد هاد المستطيلات غنقطعهم المربعات، وهاد المربعات كنعاود نطويهم باش كيوليو مثلثات بهذا الشكل. كندخلهم للفران، ومن بعد ما كيخرجوا من الفران كنسقيهم بالعسل ديال الليمون. الحشوه فيها 2 معالق كبار ديال الجبن ومعلقه كبيره ديال العسل، وهذيك الحشوه اللي حضرت، هذاك اللوز والكركاع اللي حضرت في الجزء الاول سيروا شوفوه. كنخلط داكشي مزيان وكنعمر به هاد المثلثات ونزينها بالبيستاش وتنقدموهم، كيجيو مقرمشين وخطيرين في المذاق بالصحه والراحه. الجزء الثاني ديال هاد البلاطو ديال الحلويات الشرقيه غادي نحضروا هاد المثلثات بالجبن، كيجيو خيالي، كيجيو كيحمقوا. كناخد الورقه ديال الفيلو وغادي نقطعها المستطيلات، غادي نديرو 6 فوق بعضياتهم، ما بين كل جوج وجوج كندهن بالزبده دايبه حتى كنجمعهم واحد فوق واحد. من بعد هاد المستطيلات غنقطعهم المربعات، وهاد المربعات كنعاود نطويهم باش كيوليو مثلثات بهذا الشكل. كندخلهم للفران، ومن بعد ما كيخرجوا من الفران كنسقيهم بالعسل ديال الليمون. الحشوه فيها 2 معالق كبار ديال الجبن ومعلقه كبيره ديال العسل، وهذيك الحشوه اللي حضرت، هذاك اللوز والكركاع اللي حضرت في الجزء الاول سيروا شوفوه. كنخلط داكشي مزيان وكنعمر به هاد المثلثات ونزينها بالبيستاش وتنقدموهم، كيجيو مقرمشين وخطيرين في المذاق بالصحه والراحه.